يا اخي مش قلت لي ليندا جايه؟ اي قالت لي جايه. هي كيف كلمتها في التليفون مش بدت لك شيء؟ انا شنو تحب تجبد لي عليا؟ اللي جمله بتعرف دارهم وين؟ دارهم لا، اما نعرفها وين تقع. وين؟ العشيه كي نجيو مروحين تو نقول لك. اما ما تنسيش ورانا خارجين مع بعضنا، مشكلة ليندا ما تحبش فزدنا البروجرام. باهي باهي. ليندا ليندا يا ليندا يزي يا ليندا ليندا يا حياتي يزي سايبه علينا. طلعت الحمامات حبيت تشوف لين هذيك صاحبة كريمة تي مالا شكون؟ ايو رجلت الأمور على الاخر يحكي ما حكيتش معاها اصلا طلعت كور في الكبير لحما واحد سياح وانت كيفاش عرفت؟ تيريت أم البعيد تنظر ما لنا عمري ما لحمت طفلة مضروب فيها لا زهر عندي كل ما تعجبني واحدة يطلع عندها شكون يا اخي انت بخلاف ليندا في شكون تضرب في حياتي كمل انت مد وجهك قاعد نقرا ظهر عليك يا اخي وينو بدر كلم تو زيدش مترهدين كنت حصلت عليه نسالك انت اسمعي انا راني مشاكلك مع ولادك فديت منه معناها فما مشكله عايش ولدي يهديك لا يا متى ذي الكلها عندي بارشة مشاكل يهديك ما تزيش تحيرني بجاه ربي مشاكل شنو اللي عندك جيت نسأل فيك ولا تسأل فيا وينو بدر تي ما كل مرة يعمل طرح بوكس انت تعرار قلب شي عادي هيميت في استديو حتى لين وجهه يتوش اما تتفجعش حكاية فيرو معناها هو مدمدم أنا متحير على بدر لاباس يا بيتي ما ثم شي شوية ترضريذ وبرا مانيش حترضريذ أنا مش فاهم نحس فيه ضايع ما يعرفش اش يعمل داس كان عنه وانتي تعرفوا سكوتي يرحل الداخل والله ايش باش نقولك يا اختي ربي صبرك وكهو يظهر لي باش نبيع ريستوران ونحاول نحلو مشروعي تلاقي فيه تبيع ريستوران على خاطر بدر وصغارك الاخرين الاخر ما يهمنيش فيه وابراهيم تدخل مع اخوه انا مش على حاجه اما كان لا قدر الله المشروع ما يمشيش تخسر شقا عمرك هكاكا انا مستعده نخسر حياتي الكل على خاطر ولدي ومرهوش يدوبك الشمعه شنو نعمل انا ريستورون كنت جالو حاجه تي ما يصير له شيء ولدك تبارك الله نواره الف وحده تتمناه يكبر وينسى اما انت مهولتها هكا اسمع لطيفه كان نبيع ريستورون راني قاري حسابك نخلي لك تفتوفه تعاون بها روحك خسارتك ورحمه بابا اللي خممت فيها جمله الحكايه انا عليك انت ما نحبكش تتسرع ومن بعد تندم تحب تبيع بيع اما مش على خاطر ولدك تلفت وطفله
توا هو ملي خرج من العمليه ما جبدليش وما قاليش كون ولدي بعد ما شيحت له انا ريقه. نقوم انا من الباب للطاق نقول له بايرم ولدك. ما يهمنيش، تصرف دبر راسك، المهم قل ابد. مانيش فاهمه الزربه هذه كلها علاش؟ ما على خاطرني اموري منافهم فيها وندز فيه بالركبه. ابد عاد. مش في بالك نقول له بايرم ولدك يقوم يقدم مؤخر ويكتب لك كل شيء باسمك؟ انت ايش يهمك فيا؟ قل له انا تو نتصرف. ابد. باهي كي نقول له هو يحب يطلب تحليل، اش عملته جا مليح؟ ماني قلت لك ايش يهمك فيا؟ قل العزيز اللي انا ولد واجبد روحك. يبرا قول له وحدك؟ انت يلزمك تقول وتزيد تاكد عليه اللي انا ما في بالي بحد شيء، على خاطر ان كان انا نسمع باش نحل فيكم فتريه. باهي انا نعرف روحي. اذا هو ما جبدليش انا ما نجمش نجبد له. وانا هاو التليفون في يدي. جرب ساعتك ما تقولوش المره هذه نكلم بالوقت بدري. هيا ابتعد. عسلامة. عسلامة. سي شريف موجودة؟ موجودة ما مازلتي خديت بيها ورقد. اسمعني فضلك، تنجم تفيق وتقول له مفيدة؟ ها انت مفيدة مرحبا، ادخل هكا في الصالة متكي. ما صحش القد؟ لا انت مواصفة عليك. هاك تثبت على الثنية. لاباس؟ تريبيا؟ عاد نخمم نعمل شوية سبور. شكون قلت كنت نرجع نكور؟ تكور؟ تحبني نعمل مادامك خليتني وحدي؟ وحدك؟ تحكي على خولة. بلاش قولك فيها؟ ما فهمتكش. معناتها قداش باش نقعد انا هكاكا كما تقول انتوما باش نستحسن؟ حليلتها صغيرة ومشرها، مازالت ما شفت شيء منها من الدنيا. انت يظهر فيك ماكش في صحنك. فرملية راه. هاي فهمت. مالك فهمتش بيك. صح عليك شريف. طول عمرك تعرف اش تحب وش ما تحبش. تعرف تفصلها. تعمل كان اللي في راسك. تقدم القدام واللي وراك يقعد وراك ما تلفتلوش. منيش لوم عليك. اش خصني كان جيت كيفك. راني مانيش في هالحالة. وانا جايه توا قاعده نخمم نلقى اللي عملته في حياتي الكل قر وحد في بلاستي. انا كنت ناخذ بالخاطر برك مفيدة. انا نعرفك، الناس الكل تعرفك قوي. هذاك اللي ضحك، حتى انا مش في بالي اللي انا قويه برشا. اقعد. انت تحبني نقعد؟ نحبك تقعد وماذا بيا ما عادش تمشي. علاش؟ تحس برايك علاش؟ تحب تعرف؟ من غير ما نجبد حكايه ولدي شكون، خاطر ما عاد عندها حتى علاقه. مالها؟ مفيده، انا عندي ثقه فيك. انا كبرت ومريض وتعب. تاني نبدا معاك نحس في روحي مرتاح وما حشتيش باش نخدم مخي. كنجي نخمم نلقى روحي اللي عشته الكل جيعان. نجري ونلهث. اما نجري ورا شنو؟ الفلوس وعشت القرة ورا شنو تجري؟ يمكن كان قعدت معاك خير من عشت القرة والفلوس. يظهر لي قولك في دوزة الدواء ولا تشعره. بوسيب. أما اللي نحس فيه قاعد نقول فيه. نعرفش من الدواء ولا من حاجة أخرى الله أعلم. شريف، تتفكرش حكينا قبل ما تدخل العملية؟ بلكش تتخايل مخي مش فوقي. نجم نعاود لك بالحرف شنو قلته لك. مفيدة، أنا توا باش نعمل عملية، شوف نخرج منها شوف لا. نحبك تقول لي شكون ولدي.
وانت جاوبتني انت باش تعمل عمليه وباش تقوم منها لاباس، ومن بعد تنقول لك شكون ولدك. بيرم ولدك. قتلو شقالك؟ ايش تحبو يقول؟ فرح ما نعرفش عليه قتلو وخرج. تي حسيتو صدقك؟ ما نعرفش، انا هني عملت لي قتلي عليه الكل، وتوا عايش ولدي البديدة جاية ماذا بيا من رش وجهك. دنيا تلسينا غير كسات علينا الظروف، وبنادم ملهوف اتبعنا وتشرينا، والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف، وبنادم ملهوف يا دنيا يسينا، حنن القلب علينا روف، كان تعمل معروف يزي ما قاسينا، غير نشوفوا الايام السينا، خبينا الدمعه في تبسيمه، وقلنا غدوه يجينا نهار جديد، قلنا غدوه عيد وتفرح الاميمه، وخطوة مستقبلنا مش بعيد، وما تتبدل ليد والفقر مش جريمة، حكمتوا علينا من بعيد، رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا، يا مو يا مليالي في الظلمة بكينا، يا دنيا يزينا يزي ما كسينا، يا دنيا تلزينا الحاكم فيك وفينا، يا ما بالرجل مشينا، والبنت المرا غالب ومغلوب، مش لي معبي جيوب يكرهنا تحبينا، يا ما ثابت فينا كلوب وذوبنا كلوب، والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب، غير يا بنادم توب وما يتلام علينا، ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا، يا دنيا تلزينا كي طعمه ما عاد تشوف، خبينا الدمع في تبسيمه، كيف كسرت علينا الظروف، يا دنيا